الماحنين في المسجد وهو يقول عباد الله الصلاة الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإذا بابن ملجم نائم على وجهه مر به أمير المؤمنين فتحرك فقال له الإمام لقد هممت بشيء تكاد السماوات أن يتفطرن منه. آجركم الله على الوقت المصيبة في قمة الوقت وقت الفجر وفي محراب أمير المؤمنين الإمام الصادق يقول اللهم ارحم تلك الصفحة التي كانت من أجل الله. وركع الركعة الأولى وسجد السجدة الأولى